أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك ظاهرة بين كثير من المؤذنين، وهي أنهم لا يضعون الأصابع في الأذان ويقولون هذا لم يثبت، فما قولكم حفظكم الله؟ وش يدريهم أنه لم يثبت؟ هذا وارد موجود في السنة، وهو يقولون أنه يساعد على رفع الصوت، يساعد المؤذن على رفع صوته، وهو سنة. من وضع أصابعه في أذنيه فهو سنة، ومن لم يضع. كان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.